لو انت عايز تبقى على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بقيمته هو اللي يبقى أسوة حسنة ليكي، المفتاح يا رب. لو انت عايزة تبقي فعلا قدوتك أسوتك وقدوتك هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان له تعامل عجيب جدا جدا مع الأطفال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لما صلي وسلم وبارك على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا بسنة رسول الله من المحيين ومن المتبعين، ولا تجعلنا من المبتدعين، وأوردنا حوضة واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا حتى ندخل الجنة بسلام يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش هطول عليكم طبعا عشان زمانكم زهقتوا من الكلمات. أدعو الله سبحانه وتعالى يبارك في الدقائق اللي احنا هنقولها. أنا حابة أما نيجي نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا كنساء، يعنينا جدا جدا موضوع المشاعر، الحب بقى والحنان بقى والعطف، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالقيم دي. لكن قبل ما ابتدي واتكلم كيف كان النبي في موقف واحد، هجيب موقف واحد للنساء ممكن موقفين للأطفال عشان بما أننا أمهات، لكن خليني قبل ما ابتدي في موقف المرأة أو الزوجة، لأنه غير مفاهيم، قلب المفاهيم اللي كانت موجودة في قريش ساعتها. الآية بتاعت سورة الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسن. ها لمن إيه؟ كان يرجو الله واليوم الآخر وإيه؟ وذكر الله كثيرا. عنوان بتاع لو كانوا فتحوا الداتا، عنوان اليوم كان اسمه إيه؟ على خطى الحبيب، اللي هو لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة. لو أنت عايز، اسمعوا معايا بقى، اسمعوا عشان نقول نقطتين مهمين جدا. لو انت عايز تبقى على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه طول ما انا بتكلم، صلوا عليه. لو انت عايز تبقى على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، لو انت عايزه تبقي فعلا قدوتك اسوتك وقدوتك هو النبي صلى الله عليه وسلم، مش التفاهات ولا الرموز اللي بتطلع ولا السكرول اللي بيتعمل على التيك توك والابس والحاجات اللي موجوده، مش دول. النبي عليه الصلاه والسلام بقيمته هو اللي يبقى اسوه حسنه ليكي، ها المفتاح يا رب. ها لمين؟ مين اللي دول؟ انا. كلنا بنحب النبي. يلا انت جاي تكلمينا عن النبي، احنا كلنا بنحب النبي عليه السلام وكلنا حبايب النبي وتسمعي كلام كتير جدا في الكلام ده، لكن اللي يجيب حبك ايه؟ فعلك، سمتك، افعالك، روحك. طب انا منهم اعمل ايه؟ لمن كان يرجو ايه؟ الله. اول والله يا رب عايزينك، هو حد فينا وحد فيكم جاي النهارده من غير ما يكون مرجع يا رب ارضى عنك؟ ها حد جاي بغير النيه دي؟ نعدل النوايا على طول. الله واليوم الاخر وايه؟ وذكر الله. الله ليه ختم الايه بالذكر؟ ركزوا معايا يا اخوات، ليه ختم الايه بالذكر؟ هو ده المفتاح، عشان يبقى قلبي هتبقى ايه، من تحت لفوق كده او من اخر الايه لاول الايه، ذكر الله كثيرا، يبقى انا من الذاكرات، هيفتح قلبي، هكون من اللي بيرجو الله واليوم الاخر، يبقى انا بقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدين سهل، والله سبحانه وتعالى لم يترك لنا باب من ابواب الخير الا وقال لنا، بس احنا لو اتفقنا انا انصحكم بقراءه التفسير للشيخ السعدي، بسيط حتى نشرحه لاولادنا، بسيط جدا وسهل، وبيطلع منه التكات الجميله دي عليه رحمه الله. فاحنا محتاجين الذكر الباب المفتاح السهل. بص قياما وقعودا وعلى جنوبكم، اي في اي وضع وفي اي مكان خليك ايه، اذكر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده جزء. لو انا عايزه اعمل بعنوان اليوم على خطى الحبيب بتاع النهارده وابقى النبي صلى الله عليه وسلم اسوه ليا، اذكر الله ذكرا كثيرا، يلين القلب، يفتح باب الانكسار وباب الذله وباب الرجاء وباب الدعاء وباب اللطف وباب الرحمه، جميع انواع الابواب اللي تدخلنا على ربنا سبحانه وتعالى، ونكون فعلا النبي عليه الصلاه والسلام قدوه لينا. بصي اسمعي اقول لك ايه، تأبى جوارحك، لو انت من الذاكرين الله كثيرا والذاكره في لسان، تأبى جوارحك، تستحي، احنا لسه ذاكرين ربنا، ما تعمليش معصيه. او ينهاك، يكون لك واعظ من نفسك ينهاك للجوارح. طب ليه؟ لان ربنا فطرها على كده. ده اول محور حابه اتكلم فيه. النبي عليه السلام مين اللي رباه؟ الله عز وجل. الدكتور الاخ التركي الجميل رئيس البلديه السابق كان بيقول ايه؟ انا يتيم وما لقيتش حد يرشدني، فلما قرات تعليمات النبي عليه السلام، الله سبحانه وتعالى لم يتركنا كده. ما في خطوه بتخطيها
افعلي كذا، لا تفعلي كذا، ده صح. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا، فهو اللي عارف مصلحتنا فين. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. فاحنا محتاجين رقم واحد، مين اللي ربى النبي عليه السلام؟ الله عز وجل. كان افضل الناس خلقا، ايوه، طلع الله سبحانه وتعالى على قلوب العباد فلم يجد افضل قلب الا قلب النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام. ثم اختار له اصحابه من افضل القلوب، اشجع الناس. تعالي تخيلي معايا كده، لو هم في غزه وبتاع، وبعدين الصحابه لما يحمل وتصفوا الحرب يعملوا ايه؟ يحتموا بالنبي عليه السلام، واقفين قدامهم، واقفين وراه، والنبي يطلع قدام عليه الصلاه والسلام. اشجع الناس، افصح الناس لسانا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول، هم يكرر الحاجه ثلاث مرات، وسردا سردا بالراحه كده عشان نفهم، ما نتكلمش بسرعه زي كده، بالراحه. النبي عليه الصلاه والسلام كان له تعامل عجيب جدا جدا مع الاطفال. انا هذكر موقفين وهو بينادي اولاد بنته، هو الجد بقى، فبينادي اولاد السيده فاطمه الحسن والحسين. اثم لكع، اثم لكع، اين الحسين؟ اين الحسن؟ فخرج الحسن، كانت بتنشطه امه، سيدنا انس اللي بيحكي، كانت بتنشطه امه علشان يطلع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي فطول في السجود، فجه صحابي راوي الحديث قال، فبصيت كده والنبي طول السجود قوي، فبيبص لقى سيدنا الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما حبيتش ان انا حتى يقضي حاجات، يعني اما يلعب ويخلص واقوم. النبي عليه الصلاه والسلام كان جنبه غلام صلوا عليه طول ما انا بقوم. فالمفروض ان بتشرب وبعدين بنتيمن، اي حاجه وتعملوها تبداوا باليمين، البس الحذاء باليمين لكن اخلع بالشمال. فيتيمن، فكان جنبه غلام، وبعدين بقيت المشايخ ناس كبار، فاستاذن الغلام، اتاذن لي ان انا اشربهم؟ قال والله لا اقصر بمكانك منك على اي حاجه ابدا، انا عايز اشرب وراك. اداله الحق ده، يعلم اولادنا حقك، ما تسيبوش، مش زي الخزعبلات اللي طالعه في التربيه دلوقتي، تعلم تاخد حق، ده حق لك الحريه انك تطالب بيه او مش، بس اتعلم انك تاخد حقك. موقف الجميل، سيدنا انس كان بيقول ما رايت ارحم برسول الله صلى الله عليه وسلم من بالاطفال من النبي صلى الله عليه وسلم. بايعت سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام، سمع ان كله راح المدينه وبايع النبي، فراح للاطفال قال لهم احنا ما بايعناش النبي زي الكبار، يلا. فعمل ايه؟ مسيره في قلب المدينه وشوارع المدينه، اي طفل يلا تعالى معانا عشان هنروح للنبي عليه السلام نبايع النبي عليه السلام. واول ما راحوا للنبي قالوا نحن بايعه الاطفال، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله يا ابني انت، وهو بقى انت عيل صغير يا ابني، سيبنا بنعم. كان يعدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي ماشي اللي مر على الواقع ويسلم عليه. مش فاضيين احنا بقى للكلام، يعني مش فاضيين للكلام، لا. في نهج كامل في التربيه، لنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربيه. هحكي موقف اخير عن الزوجة. احنا عارفين معظم الزوجات بيشتكوا بايه؟ رجالة مش موجودين، ولو موجود قاعد على الموبايل، ولو قاعد وانتبه شوية سمعت ينام ويسايب الزوجة، صح؟ هذا مش موجودين. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما بيخرج غزوة كان يقترع بين زوجاته، يعني مين اللي عليها الدور ويبقى عائشة، من المرة دي تيجي مثلا مسلمة، المرة دي تيجي صفية، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد الغزوه بتوعه كام؟ 6 شهور، 3 رايح وغزوه، وبعدين 3 جاي، عشان تتخيلي 6 شهور في سفر. نيجي دكتور ولا طبيب عنده مؤتمر، اذا اخوكوا فين يعني؟ انا رايح شغل. يا ابني خدهم يعني، يا عم خدهم، خدها يومين 3 فسحها ينوبك ثواب بدل ما كان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بعد صلاه العشاء في ضوء القمر، يخرج بالسيده عائشه يتمشوا ويرجعوا تاني. قلب موازين. انا بتكلم الكلام ده من 1400 سنه، كانش في حد بيعمل الكلام ده. كانت المرأة إذا مات زوجها أعزكم الله تغطى بالعبرة بفضلات الحيوانات سنة، تقعد تحط على وشها كده بتاع، على أيام جدتي كان يقول لك تراب الفرن الأزرق، معرفش إيه القصة بس والله كانت تقول كده. فكانت سنة، لما جه الإسلام أعز المرأة، قلب الموضوع. إيه اللي طلع يخرج مع زوجته؟ إيه اللي لما يبقى قاعد في وسط رجالة، من أحب الناس إليك يا رسول؟ عائشة. يا عم الجماعه، الحكومه، ام العيال لحد دلوقتي. لكن ان هي تنادى عائشه، ولما يجي دلعها يعرف يا عائشه بيدلعها، يخرجها في سفر معاه ويسافر معاها ويروحوا يتسابقوا. احنا عايزين الزوج ده،
احنا عايزين الناس اللي تبقى رجالة قوي في تصرفاتها ورومانسية قوي. عملت مرة تقرير شارع، ما في واحدة من النساء عملت معاها سؤال اكتر صفة بتحبيها بزوجك، اكتر خلق وفعل بتحبيه، حنون. كله حريم، كله حنون، بيرعين، يعني بيرضين، مشاعر، مشاعر وفعلها من هو افضل منا كلنا، النبي صلى الله عليه وسلم. لما اجي نقول احنا عايزين نكون على خطاه، نفتكر اول حاجه قلتها، ذكر الله ذكرا كثيرا وقلبه متعلق بالله واليوم الاخر. جزاكم الله خير، مش عايزه اطول، بالله سبحانه وتعالى انا ولكم بالخير. السلام عليكم ورحمه الله.